انا غير وانتو يا حبايب معانا من حلاكم ينور عيدنا كل عام اجتمع فيه نتبادل سوالف غرانا والنساء توافينا بعطر الخزان والنساء هاي وهاي زين شلونك طيب الحمد لله شلون الصحة شلونك طيب شلون امورك الله يطيب حالك شلون اخبار وشلون الصحة بشني طيبين ها صليتوا الحمد لله صلينا الحمد لله الحمد لله صلينا بس يا اخوي والله زعلني صراحة زعلني في واحد ملبق وراي بس والله عيت عليه وطلعت رجال طيب اليوم عيد يا اليوم عيد ومشوا كلش والله يعني إيه اليوم عيد يا العمدة العيد إيه اليوم الحمد لله نبي نسمع لنا شيء بهالعيد يا العمدة نبي نسمع اي لا لازم شوف الحين اليوم نبي فرحة كاملة ليه شوف الحين ترى الصغيرين كلهم فرحانين والكبار فرحانين والبنات فرحانين والأولاد فرحانين والشيبان فرحانين توني مسلم على الوالدة وأقول عيدك مبارك والعيدين سلمت على البيت كلهم خليها لكم الله يخليها لكم آمين هذولي يا برزيق هم راس المال اي والله هذولي بركتنا الحين اي والله إلا جيت وحبيتها راس الوالدة ولا الوالد وقلت عيدك مبارك اي والله يلا من فضلك يلا من فضلك لا عاد يا العمدي صراحة أنا زعلان عليك صراحة ما اعطيتني عيودة يعني انا اخوك الصغير يعني انا كلي لك الله يجزاك كلي لك ما وقف عليك انا تدري في السياره تمشي اقول لك شيء في السياره يا عم قلبك كل عيد هي يا حبيب قلبي يقول الى ما اعطينا ابو رزيق ها نعم نروح في زحليقه انا اشهد يا رجال اجل العيد اليوم العيد كل عام انت بخير طال عمرك سمعنا شيء من عندك عاد يلا يا الله يا المعبود ما يعبد سوى ما شاء الله راتب سهل والله يعبد سوى يا الله يا المعبود ما يعبد سوى اركب هذه حقك العيد يا العمدة انا فرحان ايه نبي نفرح ما بخبال وصرقع العمدة الضيوف بيجون الضيوف وصلوا حياهم حياتهم وصلوا يا هلا كل عام وانتم بخير مرحبا يلا حياك كل عام بخير هلا وتقبل مني منكم عبد صالح اعذرني الله ملابسي كلها ريحه دجريج وبرقع يا زينك يا الله ابو بريد حي يا هلا زين هلا يلا حي يا هلا يا هلا والله مزيكك العمر زين وش ذا العلوم الطيب وش مزين المكان تستاهلون وش ذا وش ذا زين تفضلوا يا هلا يلا خلنا نوقف اقول تفضلوا انا ابكر كريم ترى اقول لا عيد لا تقهر احد حاضر اقعد يا شمراني بقول لك يلا حياهم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ترى عاد الفكره احنا نسينا شيء مهم اللي هو ما باركنا الجمهور اي والله نقول اسعد الله صباحكم وعيدكم مبارك والله يجعلنا واياكم من المقبولين ونسال الله عز وجل ان يعيدها علينا اعواما مديده ونحن في عزه وفي نصر وفي سعاده وانبساط دائم يا ربي يا الله يا هلا بالضيوف يا هلا والله عيدكم مبارك ان شاء الله نكون من العيدين الفايزين ان شاء الله وتو ما نورتونا طال عمركم الله يبيض وجيكم والله والحقيقة لا شفت برنامج الشمراني في رمضان ما شاء الله أسعدتنا في رمضان صراحة انبساطنا في رمضان انبساط ما بعده صراحة الله وش تي والله يبتسي ذا يا أخوي لا بس إني أضحك من الفرحة ذي بتسي يا أخوي
شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.